مشاهدينا الكرام، شوفوا الإيقاع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي سنان. صبيحة اليوم أجواء مشمسة وصافية، صبيحة اليوم السبت مشاهدينا الكرام. نهاية أسبوع موفقة للجميع مشاهدينا الكرام. صورة أمامكم، أجواء صافية ومشمسة صبيحة اليوم. حاليا إذا نودعكم، دمتم في رعاية الله. كنا معكم نقل صباحي مباشر من نواحي سليمان من خلال وقلنا لكم الأجواء الصباحية، حيث الأجواء صافية ومشمسة صبيحة اليوم السبت. دمتم في رعاية الله.